هذا علمنا، نضع أمانتكم في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. تدعم الدرك الوطني بخمس دفعات جديدة ستساهم في تعزيز عمل هذا الجهاز الأمني الساهر على مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خصوصاً وأن الضباط المتخرجين قد تلقوا تكويناً احترافياً وفق المعايير الدولية في المجال. مهما كانت درجة التكوين لا تضمن لوحدها النجاح والتميز ما لم يتوج هذا التكوين بحس خلقي ومهني رفيع يدفعكم أن تكونوا فاعلين ومتفاعلين بما يمليه عليكم الواجب الوطني المقدس. وبطبيعة الحال يبقى ضابط الشرطة القضائية مطالب طيلة مساره المهني بالاجتهاد وتحيين معارفه حسب التغييرات التي تطرأ من حين إلى آخر على مختلف القوانين والسهر على تجسيد تطبيقها ميدانيا بالاحترافية اللازمة. وتضم الدفعات المتخرجة ضباطاً من مختلف التخصصات، منها الدفعة الأولى ماستر علوم جنائية المتكونة من 20 ضابطاً، وشارك في التكوين المتنوع بالمدرسة العديد من المتربصين من دول شقيقة وصديقة. بعدما تلقينا التكوين لمدة سنتين، منها سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين بشرشال، في هذه السنة تلقينا تكوينا عسكريا قاعديا مشتركا كباقي المدارس العسكرية الأخرى. انتقلنا إلى المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد موازي محمد بزيرالدا لمتابعة تكوين تخصصي يسمح لنا بممارسة مهامنا في مختلف وحدات الدرك الوطني. وعرفانا لشهداء ثورة التحرير المجيدة، حملت الدفعة اسم الشهيد البطل لعاب الطيب، كما كرم قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة عائلة الشهيد بالمناسبة.